حبايبي، الهبات الساخنة اللي تحدث للمرأة، شنو هي الهبات الساخنة؟ الهبات الساخنة هي انبعاث حرارة من داخل الجسم وتحدث بأي وقت، يعني ما لها وقت محدد، وتحدث لفترة قصيرة، بعد شوية يرجع الجسم لحالته الطبيعية. والأعراض المصاحبة للهبات الساخنة عند المرأة هي تسارع ضربات القلب، وأيضا تعرق وتوتر وممكن اكتئاب. شو ممكن تحدث هاي الهبات الساخنة؟ ممكن تحدث بعمر سن اليأس، يعني من 45 فما فوق، مرات قبل سن اليأس ممكن 43 42، أو ممكن تحدث بوقت مبكر يكون سببه خلل بالغدة الدرقية أو لا سمح الله سرطان بعنق الرحم. فلازم المرأة إذا كان عمرها صغير وصار عندها هبات ساخنة لازم تسوي فحوصات للغدة الدرقية وأيضا فحص الرحم، طبعا تختلف شدتها من مرأة أخرى. أما بالنسبة لأسباب الهبات الساخنة فهو خلل بالهرمونات وتغيير هرموني عند المرأة، قد يكون بسبب نقصان في الأستروجين، لأنه الأستروجين يبلش يقل بعد سن اليأس أو قبل سن اليأس بسنتين ثلاثة، يعني تتغير هرمونات المرأة وبالتالي يصير عندها هبات ساخنة، وممكن يصير عندها ألم بالمفاصل، وممكن يصير عندها توتر واكتئاب وقلة نوم، بالإضافة إلى ممكن الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض السكري، قد يكون بسبب خلل في الغدة الكظرية وطريقة إفرازها للهرمونات، وممكن يكون عندها إجهاد في الغدة الكظرية، هاي كلها تؤدي إلى الهبات الساخنة. زين، الحل اللي بيجي حاله شنو؟ أول شيء أكل صحي، ممارسة الرياضة، وأيضا لازم ندعم الغدة الكظرية عن طريق استعمال فيتامين سي وفيتامين بي 5، يعني بي 5، هذني يقوم الغدة الكظرية وينشطنها، بالإضافة إلى أنه يساعدنها على تنظيم فاز الهرمونات، وأيضا هذني واحد من الخافيات لازم تستعملون إياهم تشويتين اللي هما عرق السوس وكف مريم، يعني سوونا على شكل شاي وشربون كوب من هاي وكوب من هاي يوميا. أقلبتها جدا مهمة، أيضا لازم يستعملوها اللي عندهم هبات ساخنة أو تكيس على المبايض أو مشاكل بالدورة الشهرية، أو حتى اللي وصلوا سن اليأس وانقطعت عندهم الدورة الشهرية، هو جدا ممتاز للمرأة بصورة عامة، اللي هو ينظم الهرمونات أيضا ويساعد بتحسينها وتوازنها ويقضي على هواية مشاكل بالرحم والهرمونات. فهاي النبتة هي نبتة الثعبان الأسود اللي هي بلاك كوش، لكن مشكلتها هي ممنوعة للمصابين بأمراض الكبد لأنه ممكن تزيد المشكلة عندهم، لكن هي بصورة عامة أفضل من الهرمون التعويضي اللي يوصفوه الأطباء، لأن هي مضاعفات كلش هواية أكثر من مضاعفات هاي النبتة. صحة وعافية يا رب.